البرازيل تحت الصدمة بعد نشر مواقع التواصل الاجتماعي لشريط فيديو من 40 ثانية يظهر تعرض فتاة مراهقة لعملية اغتصاب من طرف 33 شخصا. الرئيس البرازيلي ميشيل تامير دان هذه الحادثة ودعا إلى تسليط أقصى العقوبات على المعتدين. من جهتها نددت الرئيسة المقالة دلما روساف بالعنف الجنسي الذي تتعرض له النساء في البرازيل. ناشطون نظموا حملة لمناهضة جرائم الاغتصاب وطلبوا بتنظيم احتجاجات في الأيام المقبلة. ما حدث جريمة وحشية، وعلى المجتمع الذي هو مرآة البلاد أن يواجه هذه الجرائم التي تعكس العقلية البالية التي تطغى على مجتمعنا الأبوي. التقارير أشارت إلى أن الفتاة توجهت إلى منزل صديقها واستعادت وعيها لاحقا لتجد نفسها محاصرة وسط مجموعة كبيرة من الشبان.